أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة التي حصرت في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. طبقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والمحطات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمواصلة مضمار الماراثون الانتخابي، أعلنت الهيئة رسميا القائمة المبدئية للمرشحين للرئاسة والتي ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وفتح باب الطعن على ترشحهما خلال يومي الخميس والجمعة. وفي إطار شفافية عمل الهيئة، أعلنت أن قبول أوراق ترشح السيسي جاء لتقديمه أكثر من 161 ألف تأييد من المواطنين، فضلا عن تزكية 549 نائبا من أعضاء مجلس النواب، بينما قدم موسى مصطفى موسى تزكية 20 عضوا بالبرلمان. وعن الرقابة على العملية الانتخابية، أعلنت الهيئة موافقتها بشكل رسمي على طلبات 48 منظمة محلية وتسع منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، كما تمت الموافقة على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة لمتابعة الانتخابات، وأنه جار حاليا تسليم الأكواد للمتابعين لهذه المنظمات لتسجيل بياناتهم. وتأكيدا لنزاهتها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم ولن تدخر أي جهد من أجل تيسير كل الطرق والسبل الممكنة في طريق الناخبين والراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى تتم العملية الانتخابية على النحو الذي رسمه القانون والدستور.